السلام عليكم، ازيكم بنويت؟ عاملين ايه النهارده؟ فيديو جديد ان شاء الله من يتستور. النهارده اول فيديو هصوره، اول يوم رمضان. كل سنه وانتم طيبين، ان شاء الله ينعاد عليكم بالخير والبركه يا رب. جالي اوردر من ايفون، فحبيت ان افتحه معاكم. تعالوا نشوف جبت ايه. هو حاجات صغيره دوت، بس استخدام شخصي، حاجات صغيره. تعالوا نشوف مع بعض انا جبت ايه. تمام، ده كده الاوردر. اول حاجه طبعا الفاتوره، وزي ما احنا متعودين الاكياس الهوائيه اللي بتحافظ على المنتجات جوه. وبعدين كيس بتاع ايفون، وده رقم الخط الساخن بتاعهم، وده الويب سايت بتاعهم. تمام، اول حاجه ده الفاونديشن بتاع باور ستي اللي بيقعد 24 ساعة. دوت الاسم بتاعه اللي هو ايفوري، هي دي الدرجة بتاعته. الفاونديشن دوت هو بيتقال عليه ان هو، يعني انا ما جربتوش طبعا، هو بيتقال عليه ان هو بيقعد 24 ساعة، وهو مخصص للناس اللي بتلعب في الجيم. فالقصدهم ان هو مهما مع العرق والحركة والاكل والشرب ما بيتحركش من مكانه. ده الشكل بتاعه، شكله حلو جدا. تمام، بيبقى بامب كده. تمام، كان سعره رخيص جدا، وزي ما احنا متعودين انا هكتب لكم الاسعار المكتوبة في الكتالوج على الشاشة هنا. فكانت دي اول حاجة فيهم، فانا عايزة اجرب فعلا الفاونديشن ده، اشوف فعلا هو بيثبت فعلا 24 ساعة ولا لا، بيتحرك من مكانه ولا لا، بيعمل زي البودرة كده ولا لا. يعني هنشوف، لان هو عامل ضجة كبيرة جدا، فعايزين نشوف هيعمل ايه. بعدين كان نزل عرض على مزيلات العرق السبراي، اللي هي سبراي كده. تمام، ان انتي هنزل لكم برضو العرض، ان هو الاتنين كان بسعرها تقريبا 100 جنيه الاتنين مع بعض او حاجة. فانا اخترت اللي هي ليتل بلاك، واخترت اللي هي مش عارفة دي كده، يعني دي اسمها ايه، بس هي حاجة بالبورد يعني. فاخترت الاتنين دول، قلت ان انا اجرب حاجة ايفون. زمان تعرفين انا لسه جديدة في ايفون، فلسه بجرب حاجتهم. بس الصراحة بالاوردر اللي انا جبته قبل كده، الحاجة بتاعتهم تحفة جدا جدا جدا. انا عايزه اقول لكم ان الحاجات دي مستورده، ما هي يعني الحاجه دي مش مصريه، يعني ده الحاجات دي بولندي، الاثنين دول بولندي، واسعارهم حلوه جدا. 75 ملي. والفاونديشن دوت هقول لكم دلوقتي برضو ميد ان ايه. دوت من انجلترا، فالحاجه دي مستورده يا جماعه، الحاجه دي حاجه محترمه ونظيفه جدا على الحاجات اللي انا استخدمتها. تمام، فانا لسه برضو هجرب واقول لكم. اما دول كان هدايا مجانيه، دي عينات لبراند اسمه انيو. البرنامج البراند دوت كوري، ايفون فاتحه لاين كوري، فيه ماسكات كوري اللي هي تحت العين، الماسكات اللي هي بتبقى على الشيت ماسك اللي على الوش كله، بتاعه الشفايف، ماسك الشفايف، الحاجات دي كلها فاتحه لاين يعني كوري. حلو جدا جدا، انا جربت منه حاجه واحده بس كانت تحفه، وكمان بالريفيوهات اللي انا بشوفها الناس بتشكر فيها جدا. وانا واحده واحده برضو ايه هجرب معاكم. المهم ان دوت عينه من كريم النهار، ده كريم الليل، انا اسفه، نايت، مديني عينتين اتنين. فانا هنزل لكم الصوره بتاعه الباكج نفسه، ونبقى نجربه ونشوف بيعمل ايه. هو بيقول لك كريم ليلي، عينه العينه للتجربه، ده الاستعمال خلال 3 سنين. دوت بيزيد من حساسيه البشره، حساسيه التعرض للشمس. المهم هبقى اقرا عنه اكتر، عشان انا لسه معرفش ايه هو، وهفهمه ونجربه مع بعض واقول لكم نظامه عامل ازاي. تمام كده. بعدين نازل
الكتالوج. انا نزلت لكم على فكره الكتالوج بتاع ايفون بتاع شهر 5، الفيديو اللي قبل ده على طول نزلته لكم صور. ادي مديني كتالوجين 2، فهبقى اشرح لكم الكتالوج ان شاء الله بصوتي باذن الله. وطبعا مجلة الأعضاء زي ما احنا متفقين بتبقى عبارة عن 3 صفحات بس، بتبقى فيها كل الحاجات الخصومات عالية، يعني دي الأعضاء بس اللي مسجلين، بتبقى حاجات رخيصة جدا جدا، عروض فظيعة مش موجودة جوه الكتالوج نفسه. وبتبقى حاجات مثلا جديدة لسه ما نزلتش، فبيخلوا ان الأعضاء يجربوها الأول وبعد كده تنزل في الكتالوجات. بس كده ده كان الأوردر. انا زي ما قلت لكم ده كان استخدام شخصي، يعني انا ما جبتش حاجات كتيره، فهو ده اللي انا جبته. وان شاء الله الحاجات دي كلها باذن الله اجربها واقول لكم عليها. قبل ما تقفلوا عايزاكم بقى تروحوا تشوفوا الفاصل الاعلاني اللي هسيبه لكم دلوقتي. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام عليكم. انا جايه لكم يا بنات عن قناه اسمها اوريفليم فور لايف. صاحبه القناه يعني حد كده منتهى الذوق واللباقة والعسل اللي في الدنيا كله. بتشرح فيها كل حاجة عن اوريفليم، بتقولكوا اول حاجة بتنزل جديد بجديد اول باول، طريقتها مختلفة جدا عن اي طريقة انتوا شفتوها في حياتكم. هسيب لكم لينك القناة بتاعتها تحت في صندوق الوصف، روحوا واشتركوا في القناة بتاعتها وقولوا لها ان احنا تبع يدي وسلموا لي عليها كتير وفرحوها.